مين حافظ القرآن رفع ايده؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. شوف أخي، ما اذهب إلى الفاء مباشرة، ضع طرف أسنانك على باطن الشفة السفلى من غير ضغط، ما فإذا وصلت إلى الفاء في القبور. وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بارك الله بك. خلي الأخ يقرأ، أعطيني المايك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم ليقطع، لو وقفنا على ثم وبدأنا بما بعدها، بدء اختباري، بدء شو؟ اختباري، يعني لا يتعمد. لو سئلنا كيف تبدأ بما بعد ثم، نقول ليقطع. يقال كيف تكسر اللام وهي ساكنة؟ نقول هي ساكنة في الوصل، هي ساكنة في الوصل، لكن عند البدء لابد من ايه؟ من تحريكها بالكسر. العرب لا تبدأ بساكن، لكن هل يتعمد هذا؟ لا يتعمد. وضح أخواني؟ كمل.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذي يهدي من يريد تحتمل يهدي من يريد الله يعني من يريد الله يهديه ومن لا يريد لا يهدي تحتمل وتحتمل أيضا ويهدي من يريد من يريد الهداية من يريد من يسأل الله الهداية فإن الله يهديه كما قال في الحديث فاستهدوني أهدكم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء بارك الله بك أنت حافظ يا أخي تفضل أعطينا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه اكسر الراء كسر كامل يوري ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطهر
الطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله بك. دعي لي صوتي يصير مثل صوتك. حافظ القرآن أنت يا ابني؟ اتفضل اقرأ. أعطي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه مثل التي نبهنا عليها منذ قليل. ثم ليقضوا، اللام ساكنة لام الأمر، فلو سئلنا لو وقف القارئ على ثم وأراد أن يبدأ بدء اختباري كيف يبدأ؟ ليقضوا بلام مكسورة. كيف كسرنا اللام وهي ساكنة؟ نقول لابد من كسرها لأن العرب لا تبدأ بساكن. طب وليوفوا وليطوفوا، هي ساكنة أصلا ولا تفصل عن الواو قبلها، لا تفصل عن الواو. تفضل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بارك الله بك. أعطينا المايك لأخونا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة
والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف 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 لأن الفاء مشددة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 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 ابدأ من التاء تر والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بارك الله بك مين كان رافع إيده أنت حافظ يا أخي أعطينا وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح أنت حافظ القرآن عفوا أنت حافظ القرآن أيوة أنت إماراتي طيب ليش ما عم تشارك بالمسابقة بجائزة دبي الدولية يعني عم تمثل لأنه بدنا أمثالك يشاركوا كنت الثاني ها تنزانيا كنت الأول هي الله يرضى عليك خليك على صلة مع الإخوة ونعم بلغوا السلام الله يرضى عليك وفقك الله وبديك تتعمق كمان يا ابني بديك تتعمق بعلوم القرآن ها؟ تتعمق بالتجويد النظري تتعمق بالنحو تتعمق بالصرف تتعمق بالبلاغة بالتفسير وإن حبيت تدخل بعلم القراءات فافعل ما حبيت على راحتك لكن تعمق بعلوم القرآن وخليك على صلة مع الأخوة في جائزة دبي الدولية وكذا بارك الله بك